يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في تفسير قوله سبحانه فإن كان لكم كيد فكيدون، لأن المراد القوة والمدافعة، فهل معنى الكيد هو المعنى نفسه في الآية إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا؟ الكيد يختلف، الكيد يختلف في الدنيا ويختلف في الآخرة، والله جل وعلا يعجزهم، يقول إن كان لكم كيد تتخلصون به من هذا اليوم فأتوا به، ما لهم كيد ولا قوة ولا حول ولا قوة، مستسلمون داخرون والعياذ بالله، إلا من رحم الله عز وجل، والكيد يختلف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن وإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذا في الدنيا، نعم.